مساء من مساء الملايين، بندقية ذهبية غالية و800,000 درهم تنتظر سعيد الحظ وتشعيرة هجن الرياسة من خير إلى خير ومن عطاء إلى عطاء. لا نستغرب دائما وأبدا في دار آل نهيان الكرام، مباشرة مع المركز الأول، مباشرة مع الصدارة الأولى، مباشرة إلى من شام وشاهين حلق في هذا المساء السعيد. سعيد ها هنا شاهين علي بن راشد بسعيد البريصي المري بالراية، من رفرفت راية الناموس معه في هذه اللحظات. بينما بدوري أنتقل إلى هنالك، الله يا بن غدير، الله الله يا مضيع، الله هذا مضيع اللي في المركز الثاني الآن، حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي في ثاني الأسماء. انتقل إلى المركز الثالث، يا لها من قوة عظمى، ها هنا مسامح أحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي، يا مرحبا بهذا الشعار. بينما بدوري أخذ المركز الرابع، وهنالك الذيب، الذيب شعار الإنجازات، شعار البطولات، ها هذا هو الذيب. الله 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 الله، محمد بن سهيل بن عويضان العامري من حلق في هذا المساء وليس غريبا على هذا الشعار. بينما بدوري اخذ المركز الخامس، يا لها من قوة عظمى حاضرة بكل قوة، ها هنا مبهر احمد بن سلطان بن رشيد السويدي، خمسة على اسماء، خمسة على خمسة، عودة الى قمة الهرم، عودة الى المركز الاول، عودة إلى صدارة الأسماء، نعود إلى براية وهذه الراية البرتقالية وهذا الشعار الذي سيطر على مقدمة الشوط. شاهين في مقدمة الأسماء، علي بن راشد بسعيد البريصي المري ضيف عزيز من المملكة العربية السعودية الشقيقة، فمرحبا بالجميع. بينما هنا في المركز الثاني، المركز الثاني، يا سلام يا مسامح، أحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي، هذا اللي يعشق سلالة غازي. الله 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 يا أبو عبيد، ما هذا الحضور وما هذه اللحظات السعيدة. انتقل إلى المركز الثالث، إلى من وصل، إلى من وصل، وهنالك دخول وروعة رائعة مع شعار مبهر أحمد بن سلطان بن رشيد، وصول أيضا من شعار جديد متعب محمد بن راشد بن غانم المنصوري بمتابعة بن دري المنصوري. هذه هي اللحظات، وإلا فلا عودة إلى الاسم القادم، تسلل ناعم وملحوظ من الجهة الأخرى، ها هنا مرفوق سلطان بن علي بن سلطان الاكتبي. يا الله يا بن ميرين، يا بن ميرين، اليوم يوم الرموز، اليوم يوم التاريخ، اليوم يوم الفرح، اليوم يوم السعد في هذا المساء وفي هذا الحضور الكبير. من هو الفائز؟ من هو المنتصر؟ يا براية، يا براية، بطل من أبطال السعودية في مقدمة الأسماء مع القوة ومع الانطلاقة. يا سلام يا شاهين، المركز الثاني مرفوق سلطان بن علي بن سلطان بن ميرين الاكتبي مع المركز الثاني، ولكن ممثل المملكة براية، يا سلامي عليكم يا أبناء السعودية، والسلامات غادرت في حفظ من الله ورعايته. امسكوه وعطروه وبلوروه بالذهب، يستاهل الذهب. 10 على 10 يا براية، 10 على 10، 10 على 10 يا أبناء المملكة العربية السعودية. هذه لحظات الفوز لشاهين، تهانينا والناموس لك يا براية. المركز الثاني مرفوق سلطان بن علي بن سلطان بن سالم بن ميرين الاكتبي، وفي المركز الرابع معك المنصوري، وفي المركز الرابع هنالك الثالث معك المنصوري، وفي المركز الرابع أحمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي، وفي المركز الخامس لحظات الفوز والانتصار شاهين الظبي ناصر بن عبيد بن عبد الله الوهيبي اللي فاجانا في الامتار الاخيره. ما شاء الله، هذه لحظات الفوز، هذه لحظات التميز، هذه لحظات السعاده، والتوقيت اللي رافق هذا الشاهين المنتصر، التوقيت المراكز الاولى المتقدمه. يا مخرجنا العزيز، ما شاء الله، التوقيت
5:38 شوفوا التوقيت وثمانية أجزاء. بسم الله ما شاء الله، تهانينا لهذا البطل الذي مثل خير تمثيل في هذه اللحظات، شاهين علي بن راشد بن سعيد البريسي، تهاني له. نزف للسلامات المركز الثاني، كان حضور رائع ومميز معك يا بن ميرين في هذه اللحظات المميزة. مرفوق سلطان بن علي بن ميرين الاكتبي، والتوقيت 5:43.9 من الثواني. والمركز الثالث الحضور الرائع والمميز كان حضورا رائعا مع متعب محمد بن راشد بن غانم المنصوري، التوقيت 5:45.7 من الثواني. المركز الرابع الحضور الرائع والمميز مع مسامح احمد بن عبيد بن مبارك الاكتبي، وسلام يا الاكتبي سلام، والتوقيت 5:46 وفاء وتماما. المركز الخامس كان حضورا رائعا ومميزا مع الظبي ناصر بن عبيد بن عبد الله الوهيبي، وسلام السلطنه سلام، التوقيت الزمني 5:00. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، و48.7 من الثواني. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، اسعد الله مساءكم جميعا بكل خير، نحييكم اجمل واطيب.